نحن الآن نتواجد في حول ضريح سيدنا محمد الدكاك، وهذه المؤسسة هي أقدم مؤسسة في المغرب، وهي أولى المدارس في بوادي المغرب بعد جامعة قرويين في فاس. هذه المؤسسة أسست في القرن الرابع للهجرة، القرن الخامس الهجري، وجامعة القرويين أسست في القرن الثالث الهجري 245. وهذه المؤسسة أسست في حوالي القرن الخامس الهجري، أسسها سيدنا محمد الوكاب. سيدنا محمد الوكاب ولد سنة 360 هجرية في منطقة في إدوس مداد، أصله من إدوس مداد، عام إدوس مداد، ولد في إدوس مداد ثم توجه إلى فاس، فأخذ عن أبي عمران الفاسي هناك، بعد أن أخذ من القيروان عن صاحب الرسالة بن محمد الرسالة بن أبي زيد القيرواني، والذي ألف كتابا فقهيا يدرس في جميع المدارس في سوس في المغرب وفي إفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي مصر. عندكم هناك تدرس هذه الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وسيدنا محمد وجاج أخذ عن أبي زيد القيرواني في تونس، ثم أخذ عن أبي عمران الفاسي في فاس، ثم توجه ثم رجع إلى منطقة هناك تسمى نفيس قرب مراكش، وأخذ يعلم فيها الناس دين الله سبحانه وتعالى والعلم الشرعي إلى آخره، ثم جاء إلى هنا وأسس هذه المؤسسة، تسمىها دار المرابطين الرباط، لأنها قريبة إلى البحر، هذه المؤسسة قريبة إلى البحر، غالبا ما نجد قرب البحر هذا عددا من الأضرحة، وهذه الأضرحة كلهم في داخلها علماء وأولياء وشيوخ، هذا يعني أن العلماء والشيوخ والأولياء والصلحاء في العهد القديم كانوا يرابطون. المرابطة معروفة في الفقه، الرباط في الفقه، أن يلتزم الإنسان تغرة من تغر المسلمين ويحرص على المسلمين حتى لا يدخل عليهم العدو. أن هذه المنطقة هي تغرة من تغر المسلمين في العهد القديم. أجلو شاطئ بحر أجلو هو تغرة من تغر المسلمين. كان في العهد القديم ربما يدخل منها العدو إلى مدى إلى بلاد المغرب. لذلك نجد من الصحراء من إفريقيا إلى تونس إلى آخره قرب البحر دائما تجد فيها قباب الأضرحة، فالأضرحة في داخلها أولياء وعلماء إلى آخره. إذن سيدنا محمد وجاج أسس هذه المؤسسة، جاء إلى هنا كان من 430 هجرية، وأخذ هنا ومكث هنا 16 سنة، توفي 450 هجرية. أسس هذه المدرسة وسمى دار المرابطين للدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم، وتخرج على يده عدد من العلماء منهم عبد الله بن ياسين مؤسس الدولة المرابطية في الصحراء. وكما المدرسة منذ ذلك الحين ما ينيف عن 1000 سنة، يعني تؤدي دورها ورسالتها التربوية، تخرج من عدد من العلماء لا حصر لهم، وألف حولها عدد من الكتب، عدد من المؤلفات إلى آخره. سيدنا محمد وجاج كان من أولياء الله سبحانه وتعالى، كان من المرابطين، كان من المناضلين، كان من المدافعين، ورزقه الله تعالى الهيبة والقبول في عهده، وكان مجاب الدعوة إلى آخره، ويقصد بالدعاء، وإن توفي وهو حي، ولا زالت الوفود تأتي من شلال المغرب ومن جنوب المغرب إلى هذه المدرسة، وتكرم الطلبة إلى آخره، وتحسن إليهم كما كان سابقا، كأنه حي. إذن هذه مدرسة أولى المدارس أسست في القرن الرابع الهجري بعد جامعة القرويين التي أسستها فاطمة الفهرية في القرن الثالث الهجري 245 هجرية. أولى المدارس وهي أقدم مدرسة في بوادي المغرب، ومنذ ذلك الحين منذ أن أسسها سيدنا محمد وكاب تؤدي دورها، وفيها ما ينيف عن 80 طالبا، من ما بين طالب يحفظ كتاب الله وما بين طالب
يتعلم العلم الشرعي، ومنذ أن أسسها سيدنا محمد تخرج عليها تخرج منها عدد من العلماء كما قلنا، منهم عبد الله بن ياسين ومن آخره، وكل ذلك كل المتخرجين منها ذكروا في كتاب في مؤلف حول هذه المدرسة. بعض الأحيان يأتي إليها طلبة الأفارقة ما شاء الله، ويأتي إليها الطلبة من الجزائر، من تخرج المغرب. الطلبة المقيمين، التمارين المقيمين حاليا كلهم من سوس ولا من خارج المملكة؟ من جنوب المغرب ومن شمال المغرب ومن وسط المغرب. نعم. أحمد وسيع خطيب وفقيه وإمام في هذه المدرسة، من توفي هناك فقيه توفي سابقا هو محمد بن المكي، هذا هنا ما كنت هنا ما يلف عن ما يقارب 40 سنة، درس هنا منذ الثمانينات، وتوفي 16 فبراير 2017، هو معروف بالتوقيت فلاك مشهور في المغرب وفي الشرق الأخير. وما لما توفي جئت إلى هنا لأن هنا أخي الأكبر يعني يدرس القرآن الكريم ويدرس الروايات السبع، وجئت إلى هنا وقمت مقام فقيه الشيخ هنا، أخذت عنه سابقا في التسعينات هنا وتوفي رحمه الله، وقمت مقامه أخطب على الناس وأصلي بالناس الإيمان وأعلم الطلبة العلوم الشرعية، النحو والفقه، تفسير الحديث، علم الحديث، موصول داخلي.